وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزيون يقدم الساروت. الساروت سلسلة بوليسية يكتبها في حلقات محمد أحمد البصري ويخرجها إبراهيم الوزاني. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. ولكنه أقرب إليه من كل شيء إذا وجد من يدفعه إليه. فالمشكل إذن مشكل تكوين وتربية. الحلقة 18. لا الوراق الوراق في الدينا من اليوم إلى بغيتي. والحفلة غادي تكون عندنا إن شاء الله من دابا 3 أيام، يعني نهار ترجع أنت من السفر. إن شاء الله إن شاء الله. طيب دابا الله ينكم. تمشي على خير المعلم. تمشي على خير. تمشي لجهنم كبير الشياطين. هذه المناسبة ما عمري نشبر بحالها. عمي إبراهيم هنا، يمكن لي غير باللطافة والظرافة نعرف كمالة القصة ديال بنت ربيعة مع المختار. ماشي بعيد تبين لي معلومات على حالة عمي ونطيح على السر ديالو الخطير، أو على الأقل نعرف معلومات اللي تعطي لي راس الخيط. هو بلاش كيحمل شي كراهية لعمي، على وقت حتى هو بدا هاد الأيام كيهملو. إذن نبين حتى أنا قدام إبراهيم الكراهية ديالي لعمي وولده عزيز ونشوف النتيجة. طيب نديله بعد القهوة هو الأول. نهار كبير هذا عمي إبراهيم، مرحبا بك. الله يكبر بك بنيتي. خذ القهوة ديالك. ربي يخلي لك شبابك وصحيحتك بنيتي. غير كنشوفك أبا إبراهيم كنتفكر بالله الله يرحمه ويجعلك طول العمر عليه، حيت الحنان ديال الآب اللي تحرمت منه وجدته فيك أنت. ربي يخليك بنيتي. من نهار وليتي معنا في الدار حسيت بكل شيء تبدل قدامي، أصبحتي مقطرة من عيني. ربي يحاسبني يا سلوى. القلب على القلب عمي إبراهيم، كنت شوف شحال تمنيت تجي لعندنا للدار ونفرح بك. شرب بعدين قهوتك، هذي راه ماشي مجيتك لعندنا. الله يا بنيتي على أنا براني. حشا حشا مع الله، أنت فيك أبا وفيك عمي وفيك. لا واه، عمك الله يجعله طويل العمر، بارك علي إلا كنت بحال بك. هذا شرف كبير لي يا بنيتي سلوى. الله الله يا عمي إبراهيم، خليها على الله. وكان ما لقيت خير في هاد الزمن لا في عمي شقيق با ولا حتى في خطيبي ولده. ما غادي يبقى فيا في ديك الدار غير انت. انت يا عمي إبراهيم ما شفت منك غير الخير والإحسان واللسان الحلو، حق ربي كيتقال. ايوا بنيتي، الخير في الله، هذا ما نقول لك. وكان وشحال من الناس كيوجدوا حبابهم في البراني. يا عمي إبراهيم وما تديري شايف قلبك عزيز، دابا يدير عقله ويرجع للطريق. عليك بالصبر بنيتي. ايه الخير اللي عمل عمي المختار في مراته السعدية ماشي يعملوا فيا عزيز ولده. راك نسيتي عمي إبراهيم المحاين اللي كيدوز عليا عزيز، راني ما عاودتلك شي حتى حاجة، ما كتخفى عليا. بالحق الله ينعل الشيطان، ما كاين بس ديما كتسمحي له، زيدي حتى هذه المرة. عمي إبراهيم هذه الاخراني علي، ما بقى لي ما نمشي لديك الدار، عييت قلبي ترتق. ايوا هاد المرة في وجهي، لا كان وجهي كيشوى شي قيمة عندك. وجهك عندي عزيز ومستعدة نتحمل عليك كل مكروه، ولاني عمي إبراهيم التما ما نرجع. عزيز مسكين مريض ما فيها بس تمشي، على الأقل باش تبيني له باللي ما في قلبك دغل باش يتوب ويعرف بحقك ويعرف. يا عم إبراهيم جربته ما هي مرة ما هي زوج، وأنا بصراحة هادوك الناس كان كرههم وخصني غير شي سبة كبيرة باش نفضي معهم. كل ما كنتيش انت بحال با عم إبراهيم ما نقولك شي هاد الشي.
ولين يا بنيتي عمك ما عمل والو؟ عمي راك ما زلتي غلطة عمي إبراهيم، مصاب كون ما كانش عمي هذاك. ما كنتش عارفه، ما كنتش عارفه على حقيقته حتى عاشرته. قلبه ما فيه لا رحمة ولا شفقة، خالي من الإنسانية، لا مع البراني ولا مع الدخلاني. وهذيك طبيعته كتبدل الجبال والطبايع ما عندها تبدل، اللي أعطاه الله هو هذاك. عم إبراهيم شنو عندك؟ لا ما عندي حتى حاجة ولو بنيتي. خلاص عم إبراهيم ما عندك علاش تخبي عليا، راح تاشي ما خافي عليا. أنا عارفك ما عاجبك حال في ديك الدار وعايش غير بالزمنك. ما تنكرش عليا عم إبراهيم، مناش برانية، راني بحال بنتك. فرج على قلبك وقل لي اللي في بالك، رانا ربما نساعدك ونعاونك. الهضرة بزاف والسكت حسن، كلها بنيتي سلوى غرق في همومه حتى لودنيه، لا الغني ولا الفقير. واللي قالك عايش في الهنا عارفيه غير كيكذب على نفسه وعلى الناس. ايه على كل حال هذه الدنيا. لكن يا عمي إبراهيم، إلا كنت باغيني ندير بوجهك ونرجع لتما، خصك أنت ما تبقاش مطلع عليا صور. أنا رانا كنبقى في ديك الدار غريبة، ما عندي لما نمشي وعلى ما نرد الراس. حاشا لها بنيتي سلوى، أنا في الحقيقة غير ما كنبغيش نضايقك بالخرايف ديالي. حتى أنا على وقت أنا واحد الرجل كبير داوجة في الزمان وانتي تبارك الله باقية صغيرة. إوا والمعقول ماشي متقدين يعني، والناس كيقولوا ما حد شارف كي يشرف والعقل كيقل. لا 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 بالعكس، الفايدة اللي ندي منك انت اللي شارب عقلك ومشرب ما نديهاش من خطيب الطايش الحمق. هذا فضل كبير شرفتيني به مرة أخرى بنيتي، وأنا غادي نعمل أكثر من جهدي باش نوقف ديما في جنبك ونخدمك أكثر من العبد. لا لا، انت عندي في منزلة الآب، حشوم عليك تقول تخدمني أكثر من العبد. وخلينا دابا من هاد الشي نوضي جميع حوايجك باش نمشيو للدار وعاد بالسلامة والعافية. لكن عمي إبراهيم ما جاوبتيني شي. على ياش؟ ما قلت لي شي علاش ديما مهموم وطاير لك. خليها المرة أخرى إن شاء الله. لا لا يا عمي إبراهيم، هذه هي الوجبة قبل لا نمشيو لذاك الدار. كيف أنا عاودت لك اللي في قلبي، عاود لي حتى أنت اللي في قلبك. وكيف خففتي عليا همومي، نخفف عليك حتى أنا من همومك. قول عمي إبراهيم تكلم. عمي إبراهيم، بابراهيم، الله يرحمك، الله يواليك برحمة الله. فيقت عليها واحد الجرح قديمة بنيتي سلوى، واحد الجرح عمرو ما بغى يبرى. بابا ابراهيم ياك لاباس بابا ابراهيم؟ انا من اليوم ماشي نبدا نعيط لك بابا ابراهيم. لا 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 عفاك سلوى، بدلي عليا هاد السميه، لا تزيديني شاي على ما بيا، خليني ننسى. لا تفيقي شاي داك الجرح، خليه يبرى بنيتي. اش من جرح؟ قل لي ياك ما بغيتينيش نقول لك بابا ابراهيم. هذا الشرف اللي ليا بنيتي سلوى ما نستحقوش، حيت كيف يقع عليا ذكريات كتألمني بزاف. عفاك بتلي عليا هاد الحديثة بنيتي. إلا كنت عندك عزيزة كيف كتقول لي وكيف كنظن، قل لي على هاد الذكريات، بغيت نعرف على حياتك كل حاجة. على وكد أنا كنحبك بحربة، وأنا مستعدة نعمل جهدي باش نساعدك ونخفف من الألم اللي كتقول عليه. مالك ساكت أبا إبراهيم؟ أبنيتي ما تما ما نقولك، الألم ديالي ما عنده علاج. أنا إنسان محطم، كنعيش أيامي الأخيرة، كنعيشها
يأس من لهنا ويأس من الدنيا كلها، حيث ما لقيت فيها خير. دير أملك في الله، أرى الأمل هو اللي كينسي الإنسان في الهموم وكيخليه كينعم بالراحة والسعادة. قل لي أبا إبراهيم، راني عندي بعض الخبار على حياتك. بنتك ربيعة اش كان منها؟ شنو بنتي ربيعة عندك الخبار؟ معلوم هادشي ما هوش مخبي. بنتي ربيعة، بنتي ربيعة بنيتي سلوى، الله يجعلك طويلة العمر عليها. ماتت مسكينة؟ لا يا بنيتي، ربيعة ما كنت شايت تبقى في قلبي لهذه الدرجة. كون ماتت موتة طبيعية كنت نصبر ونقول بغاها الله ودها عنده، ولكن كيفاش بنتك ماتت مقتولة؟ واش زعما؟ يا بنيتي ربيعة قتلوها عدياني الله. وشكون هاد المجرمين؟ عرفتهم بعدا؟ تحاكموا أولا؟ لا عرفتهم، ولأني ما تحاكموش، مازالين هربانين من عقاب العدالة. بالحق محال يهربوا من عقاب الله. شكون؟ قل لي شكون. بركة من البكاء، أرى ما عنده ما يفيدك يا عم إبراهيم. معك الحق يا بنيتي، البكاء بمر ميت خسارة، ما خصني شيء نبكي. حقيقة ما خصني شيء نبكي، ولكن خصني ننتقم. أبا إبراهيم، ما زلتي ما تقتي فيا؟ ما بغيتيش تقول لي شكون المجرم؟ كنحلف لك بمحبتي ليك غادي نكون معاك في جنبك، واخا يكون هذا المجرم هو المختار عمك. مرحبا بكم في قناه المحبي مسلسلات الاذاعيه المغربيه. عمك المختار هو اللي قتل بنتي ربيعه، ثقي بيا. مالك بقيتي دهشه؟ جاك هادشي غريب؟ جاك بعيد أن رجل محترم عنده شخصية كبيرة يكون مجرم؟ كون قالوا لك مثلا أن إبراهيم الجنيني مجرم قتال كنت تصدقهم. علاش؟ حيت بائس، حيت وجهه الصفر وعيني الخارجين بالجوع كيبينوه بحال شي واحد قاطع يده من يد الله. عم إبراهيم حاشا تقول علي هاد الكلام، انت في نظري انسان طيب، نفسك شريفه والعلامات ديال الفضيله باينه عليك. الانسان الشرير كيبان عليه الشر واخا يكون عامل على وجهه قناع من ذهب. احكي لي قصتك مع المختار، راني مشوقه نسمعها، ومشوقه كذلك نحيد من قلبك الحزن واليأس ونمسح من عينيك دموع الالم والعذاب. بنتك ربيعة مشات لعند الله، وبنتك سلوى ها هي قدامك، ماشي توجد فيها كل حنان ومحبة. والمختار اللي ظلمك ماشي يلقى عقاب الله كيف قلتي، على وكد دعوات المظلوم ما بينها وبين السماء حتى حجاب. عاود لي أبا إبراهيم، ما تخبي عليا حتى حاجه، ما تبقاش ساكت غير كتخمم. عاود لي. الانسان ضعيف بنيتي، كثير ما كيمشي ضحيه، ودائما القوي كيستغل الضعف ديالو لمصلحته باش يرضي اطماعه والشهوات ديالو. وكنت انا هذا الضعيف الجهل، وكان عمك هو القوي، قوي بفلوسه، قوي بالمركز ديالو في المجتمع،
ولعب القدر معايا وجعلني في طريقه أو جعله في طريقي. المهم أنا ماجيك القصة وكوني انتي هي القاضي، حكمي عليا وعلى عمك، والحكم ديالك أنا اللي ماشي ننفذه سواء كان ضدي أو ضد المختار. وفي تنفيذي لهذا الحكم ثقي بيا، إلا قلت لك بلي ماشي نكون قوي قوي قوى من عمك الظالم. ماشي دايما ضعيف كيبقى ضعيف، لازم كيصير قوي في يوم من الأيام، ومن ضعفه كيستمد قوة، قوة خارقة، قوة اللي تجعله إنسان عظيم أو شيطان جبار. وفي الحالة بزوج كينتقم من الطبيعة اللي جعلته ضعيف، ومن الناس اللي استغلوا ضعفه وسخروا لمصالحهم الدنيئة بلا رحمة وبلا شفقة. عشت حياتي كلها من أجل بنتي ربيعة مسكينة، من نهار فاش توفت أمها وخلتها لي صغيرة، وأنا كنقصي الليل والنهار على تربيتها بالرغم من الحياة الصعيبة اللي كنت كنعيشها في البادية. وفي واحد النهار تحرمت من الأرض اللي كانت كتوفر لي أسباب الحياة البسيطة، هاد الأرض اللي كنت فيها فلاح عند واحد التاجر كبير اسمه الحاج عزوز. كنت يالله كنصور معاه من العام كله ديال التعب والخدمة والجهد، تمن عضة ديال الخبز حافية قليل فاش كتكون بدوازها. بغى مول الأرض يحيدها لي ويعطيها الفلاح أخور من جهته، وعيت ما نرغبه ونتشفع له ونذكره بالسنوات الطويلة ديال الخدمة اللي خدمت معاه بلا ما نكسب وراها عشة ليلة واحدة، لكن بلا فايدة. وفي واحد الصباح جبرت حوايجي مصيبين في العزيب، وبنتي المسكينة كتبكي وقالت لي بلي سيدها يعني الحاج عزوز خرجها من نوالا وقال لها تخبرني بلي انتهت المدة، يعني الأجل اللي أعطاني باش نمشي في حالي. كيف يقول الله؟ وكانت بالنسبة لي صدمة كبيرة، صعيب على إنسان ضعيف بحالي يقد عليها. كنت يتشي في أيام الشتوى والبرد والجوع، والجوع كافر بنيتي سلوى ما كيرحم شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيوا وشنو عملتي؟ أدعيتي بعد ذاك مول الأرض؟ أش ندعي واش نخلي؟ ندعي على أرضه؟ لا، ولهني ما عندوش الحق باش يخرجك بلا سبة، هذا ظلم يا عم إبراهيم. وبحالي كيتنخذ لهم الحق. الله الله، الحق عند ربي سبحانه وتعالى. على كل حال اللي فات مات، كمل اللي قصتك هو الاول. قالوا لي شي ناس نتصل بمول العزيب اللي حدانا ونجرب سعدي معاه، يتوسط لي عند الحاج عزوز باش يردني للخدمه. ايوا، حيت هو صاحبه من الروح للروح. وبالفعل داك الشيء اللي عملت، وكان صاحب معلمي عزوز هو عمك المختار. عمي المختار، وكون عرفت المصيبة اللي ماشية توقع لي على يده وراني فضلت نخرج للزنقة نسعبها والله. ايوا، شنو وقع لك من بعد؟ استقبلني السي المختار في المرة الاولى ماشي حتى لتما، احتقر حالتي وما داها شايفية، لكن في المرة الثانية أعطاني قيمة كبيرة واستمع لي بزاف واعتنى بيا. أحشبها
ما عندك علاش تعزج بي على حق الشيء في المرة الثانية؟ كنت ديت معايا بنتي ربيعة. فهمت. ايوه، طلب مني نرجع لعنده غدا، وقال لي انت هنا ما يكون غير الخاطر ديالي. فرحت بزاف وحمدت الله على هذا الرجل الطيب الكريم اللي نقذني من اليأس والجوع، نقذني انا وبنتي ربيعة. ولا غدا مشيت لعنده وانا كل امان. في دينا الوقت الكافي كما القصد ديالك عم ابراهيم، انا بالعاني فضلت نركبو في الكروسة باش يكفينا الوقت. انا خايف غير سيدي عبدو يطير له، حيت خرجتي بلا ما تنتظري حتى يجي. ولا عليك، دابا نتكلم معاه في الموضوع. تابع كلامك. وكان ايوا اضطريت نقبل نزوج بنتي ربيعة بالمختار. واخا عرفتيه مزوج بولادو؟ للضرورة احكام كيف كيقولوا بنيتي. ما عبدت غير نقبل، ومصاب كون كان عندي عقل. دابا الانسان ما كيولي كيفهم الحياة حتى كدوز به التجارب والمحاين، وحتى كيعاشر الناس اللي كتر منه في الفهمة. وبنتك وافقت تاخذ راجل كبر منها بكتر من 16 عام، يعني فايتها بكتر من السن ديالها. بنتي كانت بحال الخريف، ما تقدر لا تهضر ولا تتكلم، حيت كانت كتشوف بنات القبيلة كلهم كيتزوجوا صغار ومع رجال كبر من باواتهم في اغلب الاحيان. وكيف قلت لك ما كانش عندي عقل. دابا كنت بحال العربي في الشماي، ما شفت غير الربح، اما الخطية والشر كاع ما كانوا بين عينيا. والطمع كيعمل بصار. عندك الحق بنتي، الطمع كيعمل بصار حتى المولي العقل. عساك بحال امثالي، انا الناقص تفكير والناقص تدبير والناقص خبز. الطمع الامثالي كيعملهم الابصار وكيطمسلهم القلوب، وكيصبحوا ما كاين فرق بينهم وبين الوحوش في الغابه. ايوا وتزوج بها. مصاب كون تزوج بها، خرى المصيبه كانت اخف من دابا. كيفاش؟ كيف كتسمعي؟ المختار ما كانتش نيته حسنة، وما كانش ضميره شريف، وما عرفت حقيقة نفسيته حتى فات الفوت ونزلت بي المصيبة الكبيرة. واحد النهار بديت كنشوف بعيني المنكر اللي عمره ما كان يخطر لي في البال، وكنشوف الفحشاء اللي كان جو البادية الطاهر بعيد عليها. بدات الحياة الجديدة كتفرض علي انا وبنتي، حبينا ولا كرهنا انا وياها، تحت الرحمة ديال صاحب الفضل علينا السيد المختار. وطارت كرامتي قدام سيدي لأول مرة. واحد النهار ماكس بدلت ياك دعم ابراهيم. اش درنا في الطاجين ما يتحرق؟ ما كنتيش هكذا في الاول. اسمح لي يا سيدي نقول لك بلي ما تبدلت والو، ولاني انت اللي تبدلتي في كلامي. كيفاش تبدلت في كلامي؟ اش من كلام؟ ها؟ انا بنتي ربيعة. مالها؟ مال بنتك ربيعة؟ ايوا تكلم، مالك بقيتي ساكت؟ قول شنو باغي تقول؟ اش كيخص بنتك؟ واكلا شربا ساكن معاها انت في دار مزيانه لابسه احسن من الغرام من بلاد المدينه كاع. ايوا ورينا اش كاين؟ اش كاين؟ تكلم. يا سيدي وريني الكلام علاش اتفقنا عليه. شفت ما كاينش. زعما الزواج؟ حقيقة
حقا، ولكن عم ابراهيم كاين تما اسباب اللي كجعلني نوخر الزواج دابا. ربيعه نقسم كل حاجه، وما يمكن نقدمها امام الناس تكون زوجة حتى تستحق تحمل الاسم ديالي. راك عارفني عامل اكثر من جهدي باش يعني تتطور وتدرب على الحياه العصريه، وكنحاول نجعلها كتفهم اسرار المدينه وكيفيه الحديث مع الناس وكيف تلبس حتى الملابس العصريه الانيقه. يعني عمي ابراهيم ربيع الان في دور التعليم، واللي مشجعني على تربيتها كونها ذكيه وماشي بعيد من دابا مده قليله تولي ما تفرش من بنات المدينه، وديك الساعة أنا غادي نكون فرحان ومفتخر باش تصبح مراتي على كتاب الله وسنة رسوله. أنت؟ يا سيدي أنا سيدي ما كان شايبقى في الحال، وكانت عندك غير متعلمة خدامة واني تكون بعيدة على هاد العوائد المدينة. أنا سيدي غير هي اللي عندي بنت وحدها يعني تكون مجرد متعلمة. عاش نقول لك عمي إبراهيم كتبغي الخير بنتك تبارك الله بزاف، هذه الافكار اللي كتحمل في راسك شو ما عليك خصك تبدل هذه الافكار، راه قديمه ما بقاتش تنفع في هذا الزمان. كيف مصلحة بنتك راه خرجت من الظلمات الى النور. خرجت من الظلمات إلى النور. كنت كافرة بالله من جال المختار ردها مؤمنة. هكذا عمك كان كيتكلم معايا، هكذا كان فرض علي السلطة دياله وبالقوة والجاه، وما نعبد أنا غير نحني الراس ونطيح. واللي تبزز مني عمه وطرش، وفي كل نهار كنشوف قدامي المنكر والفحش ديما تقصر في الليل عند المختار على الألوان والأشكال. هو وصحابه رهوت رهوت كيجيوا للدار فشحنا، وفي ذاك الجو ديال الخمر والسيطار وقلة الشرف عشت بنتي ربيع، وعشت أنا بحال المحموم. في يوم من الأيام الأولى حسيت ببنتي ربيعة متضايقة من حياتها جديدة، ولكن مع بدات غير تولي مسايرة ديك الظروف، وكنت أنا خايف عليها من الذئاب ديال أصحاب المختار ومن المختار بنفسه. وكتشي المولات كتلبس مزيان كتاكل مزيان وزاد زينت بزاف على اللي كانت، ومناش خفت هو اللي وقع. شنو هو اللي وقع؟ البنت تحلو عينيها وصبحات قاع ما كتعمل بالنصائح ديالي، وما كتدير غير اللي قالها راسها، وظنات نفسها قبضت السما بيديها وغرتها حياة الطيش وحيدت عليها الحياء والحشمة. بديت انا كنحس براسي براني عليها، انا با صبحت بحال الخدام ديالها. يا بنيتي ربي يسامحك، ربي يسامح لك، غروك يا بنيتي غروك الشياطين ولعبوا لك بعقلك. لا لا يطيح حالك فوته. اكمل كلامك عمي ابراهيم. ما تم مالكم سلط علينا، سلط علينا الشيطان في صفة المختار ولعبنا بعقولنا من بعد ما استغل الفقر ديالنا واحتياجنا، وصبحت بنتي ربيعة عروسة المنحوس. ما هي مطلقة ما هي عروس. باختصار واحد النهار فاجأتني بنتي بواحد الخبر وهي كتبكي، حالتها ما فيها ما يتشاف،
هذا الخبر عمر قلبي بالحقد والكراهية. شنو هو هذا الخبر عمي إبراهيم؟ كان أكبر صدمة صادفت في حياتي وأبشع جريمة مشات بنتي ضحيتها. يلا سيادي يلا سلامتكم، احنا وصلنا. والله إلا نسينا راسنا. خسارة كن بعد ما وصلنا حتى كملتي لي قصتك. الوقت طويل في الدينا بنيتي، ماشي نحكي لك كل شيء، واخا ما في هذا الكلام ما يتقال. وقتها شعم إبراهيم وقت اللي تبغي نزلوا بعد ويحن الله. يلا يا جنبي شوية عليك بنيتي سلوى زيد. يلا عزيزة لبسي مزيان. هذا طرح ديال البوكس على طابلة الويسكي. شاتي بها الليلة فيلم ادم داك الشرفة. هي انا كبيرة الا احنا مع من عايشين. على كل حال احنا وصلنا الكذاب حتى باب الدار. خيك محفوظ وعزيزة ماشيين يتفاجئوا لما يسمعوا صوتهم مسجلة. هذه ما كانتش على بالهم، نساو مساكن باللي راح يطبودني. ما مشيتي حتى رجعتي لكلامي. ها شحال مره قلت لك باللي هذا محفوظ راه ما عجبنيش وراه امره خطير ويمكن يهدد ربعتنا اكثر من خطر البوليس بنفسه. اي المعلم اشكت عين، نضرب وحيد مع الدو سخون. وراق ماشي نجيبوه اليوم في الشبكه ومن دابا يومين نفضيو مع الخوانه. حسيم سي عبدو هذا التماطل ديالك راه ما عجبنيش وكاع ما غادي بينا الخير. واش بغيتي العديان يسبقونا؟ بالرغم من هذا الشيء اللي وقع كله انا حاضر اصيب معقول، والخطه ديالي متقونه ولازم ما نطبقها حرفيا. وما زلتي عامل ثقه في هذا محفوظ مخليه يسافر مده ديالها يومين؟ ما عنديش فيه ثقه، ولكن خصنا نشعروا بالاطمئنان حتى يرجع لنا الاشياء كلها، يعني حتى يرجع بالسلامه ونستقبله بالحفاوه والكرم. يا الغزال ويلا ما رجع لنا غير البوليس اش غادي يكون موقفنا؟ لا ما كان ضمن شيء يسيق الخبر، ومع ذلك ماشي نعمل انا الاحتياطات الكافيه. شكون هذا مسينا الله ثاني؟ انا غنمشي نشوف شكون هذا. يلا لا خليني انا. الو مرحبا بكم في قناه محبي مسلسلات الاذاعيه المغربيه. الو مستمعين الكرام، كانت هذه الحلقة 18 فإلى 19.